حاكيني وكأني غريبة. غريبة؟ ليكي يا رفيقتي، الزلمة منيح، حلاوة وشخصية كمان، بس خلونا نعترف إنه زلمة مجنون. نعرف هالشي أصلا وتعودنا. لك شو هالحكي بيسان؟ مو هو اللي هيك بده. حياة اللي قالت إنه ما بدها ينعرف شي، هي هيك بدها وما بتحب هالشي. شو مانك متذكرة حياة شو قالت لنا؟ دقيقة دقيقة دقيقة، مين أنا؟ بلشت أشبه خالي أمينة كتير. تمام، أنا ممكن كون قالت له هالحكي. يا ستي قلت، بس شو في داعي ليبالغ كل هالقد مالي فهمانة؟ مفهومة حبيبة قلبي، عم يتبه معك أسلوب إنه بتعملي اللي بقول عليه بدون ولا كلمة. مع الوقت صدقيني كل شي بيتغير، أنتي ما تضايقي كتير. لا مستحيل، لا ما رح خليه يعمل فيني هيك أبدا. معناها رح أقلك شو بدك تعملي. يلا أحكي. المجاكرة يا حياتي، المجاكرة. بالبداية أنا مع فكرة دمج منتجات الماركة الشاملة مع عرض المجموعة الجديدة لهي السنة بكل محتوياتها. وأنا كمان عجبتني هالفكرة إبراهيم. تأخرت يا جماعة، لا تواخذوني، بس أنا قبلان بكل شي قررتوه لهلا، أوكي؟ رح نستخدم منتجات الماركة الشاملة أثناء عرض المجموعة الجديدة. مراد بيك كمان حب الفكرة، هذا رأيه. ما في داعي لتحكي عني حياة خانو. فيني أقول أفكاري حضرتك لو سمحتي، خدي الملاحظات سجليهم وبس. ما في داعي تكرري، خدي الملاحظات وبس. حاضر بتأمر، هيك رح صير أعمل. ايه خلونا نكمل هلا. خيار مكان العرض مهم لأنه رح نعرض منتجاتنا فيه. لك قيمك منهم مراد، بعدين شو هالحركات اللي عملتها بالاجتماع؟ ليش متزعل انت وياها؟ مو متزعلين، بس هي هيك بدها اني فرق بين الشغل وعلاقتنا، وانا هذا الشيء اللي عم ساوي. بس والله يا اخي برأيي انك زودت شوي، يعني جرحت البنت قدام الكل وبكل وضوح. وهي ما جرحتني لما رفضت اني امرق الصبح واخدها؟ طيب هي ليش لا تعمل هيك مراد؟ ما عم بفهمها. وانا ما عم بفهم، وطلبها بانه تكون العلاقة السرية كمان ما عم بفهمه. ايشو نحن اولاد؟ بعدين انا ما عم الا تعي نتفتل انا وياكي بالشركه وامسك لك ايدك قدام الموظفين. انا اللي بدي اياه انه نحافظ على العلاقه. بس انت كمان ما لك الحق انك تعاملها بالطريقه اللي عاملتها فيها جوا. لا انا كيف بعامل الموظفين بالعاده عاملتها انور، وبس يخلص الدوام رح نرجع حياته مراد، فهمت؟ شو اعمل؟ هيك بدها الخانو، وبدون ما تبرر ليش كمان. انا ما بقدر مثل انور، مشاعري تجاهها كلها حب. نوران خانم، نوران خانم وينك انت؟ هون. انا هون، بس وينو عقل مراد؟ رح يجنني هالشاب. ايه صح، رجع يعاملني مثل ما كان يعاملني قبل. شو بده؟ ليش لا يعيشني باحلام حلوه وبعدين يفيقني على حقيقه بشعه؟ مستحيل انه نفهم هالشي، بس اذا عصبني اكثر فساعتها رح يشوف شي ما رح يعجبه أبدا، وبخليه يخجل قدام العالم وكل شخصيته بتطير. لك أنا قلت له ونحن بالشركة خلينا نحافظ على المسافة شوي، قام حط جبال بيناتنا. هذا مراد ما عنده حل وسط بنوب، وأنا كمان مثله. رح أطلع على مكتبه وامسكه هيك وخنقه بيدي. نب، لازم تكوني صبورة، رح تروقي وتضلي عم تتصرفي بهدوء، لأنه الحب أبدا ما نو حرب حبيبتي، مانو معركة بيناتكن. إذا ضليتي هيك بعدين بتتعبي وما عاد تستوعبي شو عم بيصير معك. إيه؟ مراد هو اللي بلش بالأول، أنا ما عملت له شي. روقي يا حياة، ولازم تهدي كمان، ما لازم تستسلمي أبدا. بما إنه مراد بيكون هون مدير، فممكن يتأمر عليكي وممكن يعصبك أو يبهدلك. طيب مين هو برا؟ مين هو؟ مديرك؟ نو، هو برا حبيبك، حبيبك يعني تعادل. تمام، الحب دائما بخربطنا كتير، بس نحن لازم نعرف تماما كيف نتعامل معه. تمام. هلأ صرت أعرف شو بدي ساوي. حضرتك انتهيت مراد بيك. برافو، معناتها وصلتك الرسالة. بعتقد هلأ هي الخطة مني كمان إليك، كرمال تعرفي كيف تتعاملي معه صار وقت إنه تستخدمي أقوى وأهم نقطة من نقاط القوة السرية عندك أنت، فهمتي حبيبتي؟ القوة السرية؟ وشو هي يا ترى؟ شعراتك بيبي.
شعراتك الحلوين رح تسرقي عقل مراد من راسه، وفيكي تعملي منه خاتم بإصبعك، بس لا تنسي من غير أي تصنع كمان. فهمتي حبيبتي؟ يعني أنتي بدك يعني أصبغ شعري؟ يب، يعني مفتح اللون على الخفيف أو على أشقر وهيك شي. واو، بيلبق للون بشرتك كتير. مراد رح يطير عقله وقت يشوفك بهاللون هاد. حلو كتير، بس أنا لليوم ما صبغت شعري أبداً، بخاف من هالخطوة. والله المفروض توثقي فيني يا حلوة. أنا معقول أنصحك نصيحة تأذي فيها شعراتك أو خليك تطلعي مو حلوة؟ كاتي جو. يا الله قديشك سريعة. بس شو بده يصير إذا طول شعري؟ رح يصير وقت صبغته ورح أضل أصبغه على طول، أنا ما فيني بمل. حياة ريحي بالك يا روحي. يعني شو بدي أعمل وقت بده يطول؟ معقول ضل كل عمري عم بصبغ شعري نوران خانم؟ أنا ما بقدر، مو مساوي هيك شي بحياتي. مانا عم نعمل شي، دايم على شعراتك، مو مشكلة حتى لو راح اللون، لا تخافي. فهمتي علي حياة؟ إمتى ما بدك وقت بتصبغي. إذا حبيتي الفكرة يعني. حبيتها، ماشي وافقت، عجبتني الخطة رح أعملها. بس أنا صار لازم روح هلأ نوران خانم، أكيد رح أطبق فكرة الصبغة تبعك بأقرب وقت. تكير حياة، باي. حياة خانم. نعم مراد بي. بصراحة أنا ناطر بنت بحبها ومتوعدين إنه أنا وياها نلتقي هون. طيب والبنت اللي بتحبها عندها خبر بهالشي؟ أكيد، وإلا ما كنت واقف هون وعم بستنى. إذا عم تستناني لإلي فمالي فاضية اليوم، بعدين كان لازم تعطيني خبر من قبل، هيك المفروض. ماشي ولا يهمك، ما صار شي. شو رأيك بما أنه خلص الدوام أني أعزمك على العشاء هلأ؟ مجبورة أرفض لأني ما بحب المشاوير اللي بتيجي بآخر لحظة. إذا حضرتك كان عندك مبادئ أنا كمان عندي. لك لا تكبري القصة. لكن شو ساوي؟ اسكت لك على كل شي دوقتني يا كل النهار وقعد جنبك؟ ليش أنا شو عملت؟ مو أنت اللي قلتي إنه الشغل شي والحب شي؟ اي صح، قلت الشغل شي والحب شي، بس ما قلت لك عاملني بهالطريقة قدام العالم طول النهار. كنت مفكرك بتحبي التمثيل. مفهومك عن التمثيل طلع غلط. لك يا حياة أنا مالي عم بلعب. ايه بس مو مبين هيك بنوب مراد بيك. عشق لفت الانلمان.